مرحبا بكم، سوف أوضح لكم الآن خاصيتي اللوغاريتم الأخيرتين. الأولى ودائما ما أجدها الأكثر وضوحا، لكن لا تشعر بشعور سيء إذا لم تكن كذلك. ربما أن شرحها سيتطلب بعض الوقت، وأنا أحفزكم أن تجربوا جميع خصائص اللوغاريتمات هذه، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لكي تتعلموها. الهدف من الرياضيات ليس مجرد النجاح في امتحانكم القادم أو الحصول على درجة امتياز في الامتحان، بل الهدف من الرياضيات هو أن تفهمه، يمكنك أن تطبقه في الحياة الواقعية، ولن تكون مضطرا لأن تعيد تعلم كل شيء في كل مرة. خاصية اللوغاريتم التالية هي إذا كان لدي A مضروبة في لوغاريتم الأساس ب ل س بالتالي فهذا يساوي لوغاريتم الأساس ب ل س مرفوعة للقوة A شيء مذهل. دعونا نرى كيفية تطبيق ذلك. لنفترض أن لدي 3 مضروبة في لوغاريتم الأساس 2 ل 8، هذه الخاصية تبين أن هذا سيعادل لوغاريتم الأساس 2 ل 8 للقوة 3. وهذا نفس الشيء. حسنا، هذا يعادل، يمكننا أن نجده. دعونا نرى ما ناتج هذا. ما ناتج لوغاريتم الأساس 2 ل 8 مضروبا في 3؟ سبب ترددي قبل قليل هو لأنني في كل مرة أريد أن أجد شيء ما. سأرغب ضمنيا في استخدام قواعد اللوغاريتمات والأسس لكي أجد. سأحاول تجنب ذلك. على أي حال، دعونا نعود للمسألة. إذن 2 مرفوعة لأي قوة تعطينا 8، 2 مرفوعة للقوة 3 تساوي 8، إذن 3 لدينا، هذه 3 هنا، إذن 3 ضرب 3، لذا هذا يجب أن يساوي 9. وإذا كان يساوي 9، بالتالي نحن نعلم أن هذه الخاصية تنجح على الأقل لهذا المثال. فأنتم لا تعلمون ما إذا كانت ستنجح لأمثلة أخرى، ولذلك ربما ترغبون في أن تلقوا نظرة على الإثبات الذي قمنا به في عروض أخرى، لكن هذا موضوع متقدم. لكن الشيء المهم لتفهمه أولا هو كيفية استخدامه. دعونا نرى كم يساوي 2 للقوة 9. حسنا، سيكون الناتج عبارة عن عدد كبير. في الواقع أنا أعلم ما هو، 256، لأننا في العرض الأخير أوجدنا أن 2 للقوة 8 يساوي 256. إذن 2 للقوة 9 يجب أن يكون 512. إذا كان 8 للقوة 3 أيضا يساوي 512، بالتالي نكون على صواب، أليس كذلك؟ لأن لوغاريتم الأساس 2 ل 512 يساوي 9. ما هو ناتج 8 للقوة 3؟ لنرى ذلك. 8 للقوة 2 تساوي 64. 64 ضرب 8 تساوي 512.
صحيح، هناك طرق أخرى يمكنك أن تتبعها، لأنه يمكنك أن تقول أن 8 للقوة 3 يعادل 2 للقوة 9. كيف نعرف ذلك؟ حسنا، 3 للقوة 8 تساوي 2 للقوة 3، كلها مرفوعة للقوة 3. لقد قمت بإعادة كتابة 8، ونحن نعلم بواسطة قوانين الأسس أن 2 للقوة 3 مرفوعة للقوة 3 تعادل 2 للقوة 9. في الواقع إنها خاصية أسس، حيث يمكنك أن تضرب عندما ترفع عدد ما لأس ومن ثم ترفع المقدار ككل أس آخر، فيمكنك بهذه الحالة أن تضرب الأسس. تلك هي خاصية الأسس التي تقودنا لخاصية اللوغاريتمات هذه، لكنني لن أركز عليها كثيرا في هذا العرض، حيث أنه يوجد عرض كامل حول هذا الإثبات بشكل خاص. خاصية اللوغاريتمات التالية التي سأوضحها، ومن ثم سأقوم بمراجعة كل شيء، وربما نقوم بحل بعض الأمثلة. ربما أن هذه ستكون أكثر خاصية لوغاريتمية مفيدة إذا كنت مدمن الآلة الحاسبة، وسأوضح لكم السبب. لنفترض أن لدي لوغاريتم الأساس، لوغاريتم الأساس ب ل A، يساوي لوغاريتم الأساس C ل A. تقسيم لوغاريتم الأساس C ل B. الآن لماذا تعتبر هذه الخاصية مفيدة إذا كنت مستخدما للآلة الحاسبة؟ حسنا، دعونا نفترض أنك ذهبت إلى الصف وكان عندك اختبار، وقال المدرس أنه يمكنك استخدام آلة حاسبة. باستخدام آلتك الحاسبة أوجد لوغاريتم الأساس 17 ل357. إذن لوغاريتم الأساس 17 ل357، وبهذه الحالة ستندفع وتبحث عن زر لوغاريتم الأساس 17 على آلتك الحاسبة ولن تجده، لأنه لا يوجد زر لوغاريتم للأساس 17 على الآلة الحاسبة. وربما أن لديك زر لوغاريتم أو زر لين، وكما تعلم أن زر لوغاريتم على الآلة الحاسبة عبارة عن الأساس 10، وزر لين على الآلة الحاسبة يكون للأساس إي. وبالنسبة لهؤلاء الذين لا يألفون إي، إنها مجرد عدد، إنها 72%، أي هي عبارة عن عدد، إنه عدد مذهل، لكننا سنتحدث عنه أكثر في عرض آخر. لكن هناك أساسان فقط متواجدان على الآلة الحاسبة، إذا أردتم أن تجدوا لوغاريتم أساس آخر استخدموا هذه الخاصية. إذا أعطيتم هذا في الامتحان فيمكنكم بكل ثقة أن تقولوا حسنا، إن هذا يعادل، عليكم أن تبدلوا إلى اللون الأصفر لكي نتعامل بكل ثقة. اللوغاريتم الأساس يمكننا استخدام إي أو 10، يمكننا أن نقول هذا يعادل لوغاريتم الأساس 10 ل357 تقسيم اللوغاريتم الأساس 10 ل17. يمكنك أن تطبع 357 على الآلة الحاسبة.
وتضغط زر لوغاريتم وستحصل على قيمة ما. ثم كما تعلمون يمكنكم أن تمحوها، وإذا كنتم تعلمون كيفية استخدام الأقواس في الآلة الحاسبة فيمكنكم فعل ذلك، لكنكم لاحقا ستطبعون 17 على الآلة الحاسبة وتضغطون على زر اللوغاريتم وتحصلون على قيمة ما، ومن ثم ستقسموهم وتحصلون على الإجابة. إذا هذه خاصية مفيدة جدا لأولئك الذين يستخدمون الآلة الحاسبة بكثرة. مرة أخرى لا أريد التعمق في الموضوع، هذه بالنسبة لي هي الأكثر فائدة، لكن ليس تماما إنها لا تتأتى من خصائص الأسس. ربما أنك ترغب بمشاهدة إثبات ذلك إذا كنت لا تصدق سبب حدوث هذا، لكن على أي حال ومع كل هذا، وربما أن هذه الخاصية ستستخدمها كثيرا في حياتك اليومية، فلا زلت أستخدمها في عملي. فكما تعلمون أن اللوغاريتمات مفيدة، دعونا نقوم بحل بعض الأمثلة. دعوني أعيد كتابة مجموعة من الأشياء في صور مبسطة. إذا أردت أن أكتب لوغاريتم الأساس 2 للجذر التربيعي، إذا لوغاريتم الأساس 2 للجذر التربيعي، دعوني أفكر بشيء ما، ل32 تقسيم الجذر التكعيبي، لا سأخذ الجذر التربيعي فقط. تقسيم الجذر التربيعي ل8، كيف يمكنني أن أعيد كتابة هذا بأسلوب غير فوضوي؟ حسنا، دعونا نفكر بهذا. هذا يعادل أو هو مساويا لي، لا أعلم إذا كنت سأتحرك بشكل أفقي أم بشكل عمودي، سأتحرك بشكل عمودي. هذا يعادل لوغاريتم الأساس 2 ل32 تقسيم الجذر التربيعي ل8، كلها مرفوعة للقوة 1 على 2. ونحن نعلم من خلال خصائص اللوغاريتمات الخاصية الثالثة التي تعلمناها أن هذا يعادل 1 على 2 ضرب لوغاريتم 32 تقسيم الجذر التربيعي ل8. لقد قمت بأخذ الأس وجعلته معاملا لكل شيء، وقد تعلمنا ذلك منذ بداية هذا العرض. الآن لدينا قسمة هنا، لوغاريتم 32 تقسيم لوغاريتم الجذر التربيعي ل8. حسنا، يمكننا استخدام، دعونا نبقي 1 على 2 خارجا، هذا يساوي لوغاريتم 2 ل32، لأن هذا خارج قسمة، ناقص لوغاريتم الأساس 2 للجذر التربيعي ل8. دعونا نرى. حسنا، لدينا جذر تربيعي مرة أخرى هنا، يمكن أن نقول أن هذا يساوي 1 على 2 مضروب في لوغاريتم الأساس 2 ل32.
ناقص، هذه تصبح 8 مرفوعة للقوة 1 على 2، ما يعادل 1 على 2 مضروبة في لوغاريتم الأساس 2 ل8. لقد تعلمنا ذلك من الخاصية في بداية هذا الموضوع. ثم إذا أردنا يمكننا أن نوزع هذه 1 على 2، إذن هذا يساوي 1 على 2 مضروبة في لوغاريتم الأساس 2 ل 32 ناقص 1 على 4، لأن علينا أن نوزع ذلك 1 على 2، إذا ناقص 1 على 4 مضروبة في لوغاريتم الأساس 2 ل 8، هذا يساوي 5 على 2 ناقص 3 على 4، إذن 10 على 4 ناقص 3 على 4 تساوي 7 على 4. ربما أنني ارتكبت بعض الأخطاء اللوغاريتمية، لكنكم بلا شك قد استوعبتم الفكرة. أراكم قريباً.